نعم محمد، بالفعل نتواجد في مخيم شعفاط في الجهة الشمالية الشرقية من مدينة القدس، وهنا داخل هذا المنزل الذي فجر أو تم تفجيره من قبل السلطات الإسرائيلية صباح اليوم. هذا المنزل الذي اعتقل كل أفراد العائلة بعد التفجير، ويعني منزل يقع داخل بناية سكنية الآن هي آيلة للسقوط في أي لحظة جراء هذا الانفجار الذي تم في المنزل. يعني ننقل هذه المشاهد الحصرية عبر قناة المملكة، وهذا الدمار الذي يعني أحدث في المنزل حتى اللحظة. محمد، والد الأسير محمد الزلباني لم يتمكن من تسديد يعني دفعات المنزل، والآن المنزل أصبح مصادرا ويعني السيطرة عليه السلطات الإسرائيلية. صباح هذا اليوم اقتحم مئات الجنود الإسرائيليين المخيم شعفاط، ويعني اعتدوا على الفلسطينيين هنا في المخيم، نكلوا بكل من مر من أمامهم حتى طلبة المدارس يعني طالهم هذا التنكيل. ومن ثم بعد الساعة 7 بتوقيت القدس، 8 بتوقيت عمان، يعني وصلوا في هذه الساعة أو اقتحموا في هذه الساعة، واستمروا ب يعني رفقة الفرق الهندسية وكذلك طائرتين مسيرتين بالإضافة للقوات الخاصة الشرطة الإسرائيلية والجنود الإسرائيليين، ومن ثم تم تفجير هذا المنزل في تمام الساعة 11. وبالتالي يعني حسب ما تحدث لنا شهود عيان أن صوت الانفجار الذي يعني بعد تفجير المنزل سمع في كل أنحاء القدس، ونحن نتحدث فعليا عن هذه السياسة، سياسة تفجير المنازل التي تعتمد في البنايات. حين نحن نتحدث عن مخيم شعفاط، هذا المخيم المكتظ وأيضا زقاقه ضيقة، وبالتالي من الصعب أن يتم هدم المنزل، وبالتالي فجر هذا المنزل. الطفل محمد الزلباني 13 عاما، حتى اللحظة لم يتم إصدار أي حكم بحقه، خاصة ونحن نتحدث عن طفل تحت السن القانوني. وبالتالي حسب ما ذكر لنا بعض العائلات هنا أنه ينتظر الجانب الإسرائيلي أو السلطات الإسرائيلية أن يصل الطفل إلى السن القانوني ومن ثم إصدار حكم ضده. الحكم الذي يعني طلبته النيابة الإسرائيلية هو 10 أعوام، ونحن نتحدث عن حدث أو طفل معتقل منذ شباط الماضي، حيث اتهم بمحاولة تنفيذ عملية طعن عند مخيم شعفاط أو حاجز مخيم شعفاط، ويعني قام أحد الجنود بإطلاق النار تجاه جندي آخر وهو يحاول إطلاق النار على الطفل. أيضا نتحدث يعني هنا محمد، يوجد أطفال كانوا قد تواجدوا حين تفجير المنزل. إيش اسمك؟ معاذ. احكي لي يعني قديش إجا لهون أو اقتحم جنود؟ 350 جندي. أنت كنت موجود بمكان قريب لما فجروا المنزل؟ احكي لي كيف الصوت كان، شو سمعت؟ الصوت عالي، قوة الصوت لأن أنا سكان. أنت كنت بمكان قريب يعني؟ خفت لما شفت هذه الأعداد من الجنود؟ نعم. طيب قديش عمرك؟ 12. نعم، يعني نتحدث عن أطفال محمد في سن 12 عاما. هذا الطفل يعني يتحدث عن تفجير منزل واقتحام جنود بالمئات، لكن أيضا هذا التفجير للمنزل أدى إلى أضرار أخرى إن استطعنا أن ننقلها من هنا. أحد المحال التجارية حتى اللحظة يحاول أن يعني يزيل ركام الهدم من أمام محله التجاري لكي يستطيع أن يفتح الأبواب. وهذا الدمار الذي نشاهده جراء تفجير المنزل. والجدير بالذكر أن العائلة اعتقلت، والد محمد ووالدته وأشقائه جميعا في هذه الأثناء هم رهن الاعتقال. ونحن نتحدث عن منزل يعني كان يحتضن عائلة
هذه العائلة التي لسنوات طوال تبني جدران هذا المنزل، في دقائق قليلة تم تفجيره وهدم. وبالتالي كم عدد طبقات هذه البناية التي يتواجد فيها المنزل الذي تم تفجيره، وما هو مصير العائلات التي تسكن في هذه البناية؟ يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تكتفي بتشريد عائلة الطفل المعتقل فقط، لكن العقاب شمل أيضا جميع من يسكنون في هذه البناية ومن يحيط بها، أيضا لحق بهم الضرر. نعم نعم، بالعادة محمد عندما يتم تفجير منزل داخل بناية بعد فترة قليلة أشهر أو أعوام تصبح البناية غير يعني ممكن السكن فيها جراء أي انهيار ربما يحدث في المنازل الأخرى. هذه المنطقة التي نتواجد فيها أصلا يعني أصبحت تعتبر خطيرة، وبالتالي نتحدث فعليا عن أربعة أو ثلاثة منازل في هذه البناية. هذا المنزل يقع في الطابق الثاني، نتحدث عن منازل في الطابق الثالث ومنازل في الطابق الأول. ويعني كما حدثنا أحد الساكنين هذه المنازل أن الجدران تشققت نتيجة حدة الانفجار. هذا الانفجار الذي شاهدناه صباحا في يعني فيديوهات تم تناقلها، الدخان والأصوات التي انطلقت من هذا الانفجار